لابد تقديم المانح السرد التشكيلي او تشكيل السرد. وهذه ونتتبع لاحداث الروايه. هذا اليوم امسيه احتفاء بالقاص والروائي الاستاذ عبد الرضا صالح محمد، وقراءه نقديه لروايته ثلاثيه اللوحه الفارغه لعدد من النقاد من ميسان ومن العراق، واحدى الناقدات من جمهوريه الجزائر كذلك سنقرا عنها بالانابه، اضافه الى حفل توقيع عدد من رواياته التي صدرت أخيرا. هذه فرصة للتعريف بهذا الروائي الثار. يستنف ملتقى ميسان الثقافي نشاطاته بعد أن توقف خلال فترة رمضان وما تلته من أيام، ونستضيف اليوم قامة أدبية كبيرة ميسانية لها باع طويل ومسيرة حافلة بالنتاجات الأدبية السردية التي أثرت وأغنت المكتبة العربية والعراقية على حد سواء، أنه الأستاذ عبد الرضا صالح، ونحتفل اليوم بثلاثيته، ثلاثية اللوحة الفارغة، في هذه الأمسية للحديث عن أعمالي الفنية والأدبية والتي تطرقت إليها، وخصوصا رواية ثلاثية اللوحة الفارغة، الرواية التي قدمت للمجتمع العراقي الثيمات المهمة في تصور ما حدث فيها منذ 2016 إلى 2019 من أحداث جمة عصفت بالمجتمع العراقي في القتل على الهوية، وهي الرواية الثالثة من بين رواياتي الاثنتا عشر رواية. تكون هذه التجارب يعني بعد ما أنه تنتهي مرحلتها بالحياة أنه يطويها النسيان، يطويها الإهمال، يجب على المحافظة أو على الناس المعنيين بالثقافة تخصيص يعني فد بؤرة ضوء على هذه المنجزات العظيمة وتخليدها على شكل تماثيل او يعني قاعات دراسيه او ما اعرف ايش تسمى باسمائهم، ولتخليدهم في الساحه الادبيه والثقافيه في ميسان. ونتتبع لاحداث الروايه بعين نقديه.